لا أبدا. وهذا يذكرني بموقف حكاه شيخنا الشيخ سعيد بن حمد الحافظ رحمه الله غير مرة، وأظن أنه سجله في بعض مذكرات رحلاته. يقول: مرة اجتمعنا في جمعنا اجتماع بنصارى وعلماء مسلمين، فالنصراني يقول لواحد مسلم شيخ في حضرة الشيخ سعيد بن حمد، يقول له: إن شاء الله يوم تدخل الجنة بتعزمني إن شاء الله على هناك أزورك في الجنة. فالمسلم ذاك كأن من باب المجاملة، الشيخ ذاك كأن من باب المجاملة هز رأسه متقبلا لكلامه. فتبسم الشيخ سعيد استنكارا، لفت انتباه النصراني ابتسامة الشيخ، فيقول الشيخ سعيد، فيقول للشيخ هذا الثاني اللي حدثه، يقول: لكن هذا الشيخ، يعني الشيخ سعيد بن حمد، ما يعجب انك تعزمني في بيتك في الجنة. شوف كيف يضحك، ما عجبنا. أليس كذلك؟ يقول للشيخ سعيد: أليس كذلك؟ قال الشيخ: الجنة هذه ما بيت أبوي. قل الجنة ما بيت أبوي عشان أعزمه ولا ما، هذا الجنة خلقها الله، وهو من يختار من يسكنها، هو من يحكم، الحكم لله، إن الحكم إلا لله، فهو الذي يحكم فلان يدخل ولا ما يدخل. فما يقول تعالى: عزمك في بيتنا في الجنة، وهو كافر يهودي أو نصراني. فهذه المسألة ليس فيها مجاملة، هنا يقال الحق فيها، لأن مفاصلة، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فيقال: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. البعض ربما يشتبه عليه أن الله تعالى قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقول: هذه الآية تدل أن هؤلاء كلهم في الجنة. لكن هؤلاء نعم في الجنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى والنصراني اللي على طريقة عيسى في الجنة، ولكن بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقال يهودي عالم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا نصراني، لا، ما يجوز.